أو العديد من الخبراء على أنه أو توقع أو تنبأ العديد من الخبراء على أنه فيروس أو متحور أوميكرون سيكون آخر متحور لفيروس كورونا، سيكسب العالم مناعة جماعية. المناعة الجماعية التي تحدث عنها كذلك الكثير من الخبراء، ظهر قبل فترة وجيزة متحور جديد اسمه BA2 متحور جديد انبثق عن متحور أوميكرون، هكذا قال الخبراء. إلى أين يتجه العالم مع هذه المتحورات؟ متى ستنتهي سلسلة متحورات فيروس كورونا؟ ومتى سيتحقق المناعة الجماعية في ظل إلى حد ما ضعف التلقيح في العديد من الدول، خصوصا الدول الفقيرة؟ المستجد اليوم فيما يخص متحور BA2 هو في الجزائر، لأنه المدير العام لمعهد باستور الجزائر الدكتور فوزي درار قال اليوم أن الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بمتحور BA2 التي تعرف أو تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية على غرار الدنمارك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعض البلدان الأسيوية. ودرار قال أو أكد على أن عدد الحالات التي تعرضت أو لهذا المتحور الجديد أو عدد حالات هذا المتحور الجديد سيتم الإعلان عنها، أي عددها سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشددا على أن الأمر لا يعد أو لا يدعو إلى القلق بحجة أن هذا الانتشار لا يدعو أو لكن يدعو إلى التوخي والحذر أكثر شيء، يعني لا يدعو إلى القلق ولكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة. ورغم تطمينات درار بعدم القلق بشأن النسخة الجديدة لأوميكرون الذي وصفه العلماء بأوميكرون الخفي لأنه لا يظهر في التحاليل PCR، إلا أن درار قال على أمواج الإذاعة الوطنية اليوم بأن الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون مهددون بالإصابة BA2 لأن المناعة المكتسبة ضد أوميكرون لا تكفي ضد BA2، وهذا لا يعني أنه أخطر لكنه سريع الانتشار مقارنة بأوميكرون. درار قال إن الوضعية الصحية في الجزائر لا تزال مقلقة بسبب الحالات المسجلة يوميا رغم انخفاض عدد الإصابات المسجلة الذي يعتبر أمرا إيجابيا، لكن ذلك لا يعني أن الوضعية الوبائية في الجزائر في حالة تحسن. سنتحدث عن هذا المتحور الجديد BA2 وكل ما يتعلق بمتحورات كورونا، اللقاحات كذلك، مع ضيفتي هنا في الاستوديو بروفيسور ميس عبسي، أستاذة جامعية في علم الأدوية وباحثة في تطوير العلاجات بالكلية الملكية بلندن ومسؤولة مخبر بجامعة كينغز كوليدج. مرحبا بك. مرحبا أستاذ حمزة، أنا سعيدة جدا بوجودي اليوم بالجزائر وبتشكرك على الاستضافة وبشكر قناة الشروق أيضا على الاستضافة، وتحياتي لجميع المشاهدين الكرام. العفو، أهلا وسهلا. دكتورة ميس عبسي، الحدث اليوم في الجزائر هو تسجيل الجزائر أو ما كشفه المدير العام لمعهد باستور بالجزائر أن الجزائر سجلت حالات بالمتحور الجديد BA2. هو حديث العالم إلى حد ما اليوم سلسلة المتحورات. أولا خلينا نتكلم عن المتحور هذا، إلى أي مدى يعني خطير مقارنة بالمتحورات الأخرى؟ بالنسبة للمتحور مثل ما بنعرف منظمة الصحة العالمية بتعطي أسماء للمتحورات للتبسيط، فكلمة أوميكرون هو منه الاسم العلمي، لكن حقيقة الاسم العلمي هو مجموعة من الفيروسات ضمن نفس العائلة مع بعض البعض اللي هي بتضمن BA1 BA2 وBA3. فBA1 المنتشر حاليا هو أوميكرون، يعني خلينا نشبهه للمواطنين كأنيتم أخ لBA1 اللي هو أخ لأوميكرون، أخ الأصغر لأوميكرون. تماما فهن من نفس العائلة مع بعض. بالنسبة للاختلافات بيناتهم، في اختلافات. BA2 عنده التغيرات نفسها اللي شفناها BA1، لكن ممكن كمان في تغيرات خاصة فيه، تقريبا 20 تغير. لكن الشيء اللي بهمنا حاليا بنعرف انه BA2 انتشاره اسرع من BA1 تقريبا ممكن بالضعف، وبنفس الوقت المعلومات المبشرة نوعا ما اللي حسب البيانات البريطانية انه هروبه خلينا نقول من جهاز المناعة ما انه اسوأ من اوميكرون، يعني لازال ايضا يستجيب لي اللقاحات. على العكس حتى لو نظرنا للبيانات رح نشوف انه فعالية اللقاحات افضل نوعا ما اتجاه BA2، وهذا بيعني لي طبعا انه ممكن ينتشر ويحل محل BA1، لكن ليس بالضرورة انه يكون اسوأ، انه ينعكس على لحد الان هو ليس اسوأ لحد الان. الان نحن بالنسبة لBA2 ظهر بنوفمبر،
وحاليا منتشر بشكل كتير كبير بالدنمارك. بالدنمارك BA2 حل محل أوميكرون الأصلي خلينا نقول. منتشر بالسويد، ببريطانيا عم تتضاعف الأعداد كل أو الحالات كل 4 أيام. ففي احتمال كتير كبير إنه BA2 بده يستبدل أوميكرون. الأهم الذي يريد أن يعرفه المشاهد الخطورة لحد الآن ليس أخطر من أوميكرون. أبداً ما في هلأ حالياً أي دليل على أنه هو أشد خطورة أو ممكن يسبب حالات شديدة بوحدات العناية المشددة أو ممكن يسبب وفيات أعلى. لكن ما ذكره دكتور فوزي درار قال أنه وصف العلماء هذا المتحور بالأوميكرون الخفي لأنه لا يظهر في تحاليل PCR، لا يظهر. لا يمكن اكتشافه. لكن هذا شيء ما إنه سيء، يعني إنه ما إنه مخيف. كلمة ستيلث أو متحور خفي لأنه ما بيظهر باختبار PCR العادي، لكن لو تذكرنا دلتا نفس الشيء. بالنسبة لدلتا كان في بوزيتيف، يعني ما بتظهر باختبارات بتظهر باختبارات PCR كلها، لكن في تغير معين، تغير جيني معين هو بنسميه SGTF أو يعني بالشكل بسيط ما بيظهر باختبار PCR، بده سيكونسينج خاص للجينوم الخاص فيه لحتى نكشفه. لكن هذا ما نوع مؤشر يعني سيء، هي فقط عبارة عن اختلافات بسيطة تقنية في عملية تحديد المتحور. طيب، متحور أوميكرون لما ظهر في البداية كذلك الكثير من الخبراء قالوا أن هذا المتحور أعراضه خفيفة غير مضر، كثير حالات الوفاة التي يسجلها جدا قليلة. لكن ما حدث من بعد فترة، بعد شهور، يسجل وفيات مثلا في جنوب أفريقيا وفيات كثيرة. هل يمكن أن يطرأ على المتحور هذا نفسه دون أن يتحور إلى شكل آخر، هو نفسه أن يتحول إلى أعراضه تصبح أخطر مع مرور الوقت؟ ما في الدليل على هذا الشيء أبداً. مثل ما قلنا أنه هو بينتبه بنفس العائلة، يعني هو أوميكرون متشابهين بشكل كتير كبير. لكن الشيء اللي لازم نفهمه حالياً أنه لما بيكون في عندي فيروس انتشاره كتير سريع بسبب أنه العدد كتير كبير من الناس عم يصاب دفعة واحدة، بده يكون في عنا ارتفاع في عدد الحالات المشافي، هذا شيء طبيعي. لكن أتكلم عن الوفيات، لكن الإصابات الشديدة حتى الآن الأدلة كلها والوفيات سواء ببريطانيا أو تجربة جنوب أفريقيا أو بالدنمارك ما في زيادة كبيرة في عدد الوفيات أو في وحدات العناية المشددة لو نحن قارنا مع الموجات السابقة، يعني مثل دلتا. وهذا شيء مطمئن. يعني لو نظرنا مثلا، نأخذ مثال بريطانيا، حاليا في عنا الإصابات بدأت بالهبوط لكن عدد الإصابات هائل جدا. لو نظرنا لعدد الحالات في وحدات العناية المشددة والوفيات هي في هبوط. فنحن من بداية الوباء كنا عم نبحث على شيء، وسيلة تفصل لي موضوع الإصابة الزائدة عن أنه تتحول الإصابة لإصابة خطيرة أو لوفيات. هاي الوسيلة هي المناعة اللي هي اللقاح. فحاليا نحسب نقول أنه نحن فصلنا الاثنين عن بعض، وهذا شيء كتير جيد. طيب جيد. فيما يخص المتحورات هذه التي تظهر دائما، هناك الكثير من الخبراء تكلموا أو توقعوا أن يكون متحور أوميكرون هذا هو آخر متحورات فيروس كورونا، هذا سيكسب العالم مناعة جماعية ونتخلص من فيروس كورونا. لكن ظهر متحور هذا آخر، برأيك إلى أين سنتجه، أين ستنتهي أو متى ستنتهي سلسلة المتحورات هذه لفيروس كورونا؟ الآن بالنسبة للفيروس ما ممكن أبداً نتنبأ بسلوكه. يعني الفيروس هو من طبيعته راح يستمر بالتحور لأنه هو بده يحاول يلاقي دائماً مضيف. الفيروس خارج جسم الإنسان ما ممكن يعيش. فالآن بالنسبة للتغيرات حتى الآن ما ممكن نقول بالمستقبل أنه هو راح يختفي، ممكن يتحول إلى فيروس مثلاً يسبب وباء متوطن مثل الإنفلونزا، لكن أنه يختفي حاليا ما في أي دليل على أنه سيختفي بشكل نهائي. السبب طبعاً لما نقول مناعة القطيع، في كثير علماء استندوا إلى موضوع مناعة القطيع. الآن ممكن نقول أنه أوميكرون يسبب لنا مناعة قطيع لكن لفترة زمنية قصيرة، يعني ممكن 6 أو 7 أشهر. سبب أنه أولاً هلأ في عنا عدد كثير كبير من الناس رح يصاب دفعة واحدة. نعرف أنه أوميكرون إذا الشخص أصيب بأوميكرون بيعطيه مناعة ضد أوميكرون وضد الأشكال المتحورة الأخرى، هذا شيء جيد. المشكلة الوحيدة أنه هاي المناعة لا تدوم، يعني الأجسام المضادة بترجع بعد فترة بتهبط فعاليتها في ارتباط بأوميكرون، فهذا يعني أنه الأشخاص ممكن يصابوا مرة ثانية. فنوصل لمناعة قطيع دائمة مستحيل.
لذلك حاليا الموضوع طبعا انه التغيرات في مراقبه مستمره، يعني في عندنا المراكز مثلا بجنوب افريقيا، بالدنمارك، الدنمارك عندهم افضل انستيتيوت او معهد لتحرير التغيرات بالنسبه للكوفيد، ونفس الشيء ببريطانيا. فالحل حاليا انه نحن دائما نراقب شو هي المتحولات اللي بتظهر، ودائما نحن لازم نكون بخطوه امام الفيروس، يعني نحن ما بننتظر لحتى الفيروس يصير خطير لحتى ناخذ خطوه. لذلك نحن شفنا الخطوات العلميه بالتحديد المختبرية إن صح التعبير على مستوى يعني هلأ حتى شفنا بالموجات السابقة حتى نأخذ إجراءات وقاية لازم نكون قبل المتحور، ونفس الشيء بالنسبة للعلاج ونفس الشيء بالنسبة للقاح. لذلك موضوع مراقبة التغيرات موضوع كتير مهم، أو عفوا المتحورات. لكن بحب ركز مرة تانية، حتى الآن لا يوجد أي دليل على أنه أوميكرون BA1 أو BA2 أنه خطير أو ممكن يسبب وفيات عالية. لكن هذا الشيء بيعتمد على أنه إذا نحن موجودين بمجتمع عنده مناعة، وهي المناعة اكتسبة إما بالإصابة الطبيعية مؤخرا أو من اللقاح. بس ممكن يكون أوميكرون مشكلة إذا أنا موجود في مجتمع ما عنده مناعة. يعني أوميكرون لا ننسى بنهاية الأمر هو كوفيد، منه رشح. طيب نرجع لموضوع مناعة القطيع، لأنه نقطة مهمة كذلك، وكثر الحديث حولها كثيرا، لأنه في اعتقاد الكثيرين أنه معنى مناعة القطيع يعني خلاص، يعني أنا أصبت بفيروس كورونا خلاص، يعني حتى وإذا بقي الفيروس يعني موجود لكن لن أتأثر، لن أصاب. الموضوع يتعلق بمناعة جماعية محدودة الفترة، يعني كما ذكرتي دكتورة 6-7 شهور ثم نرجع نصاب، لكن عودة الإصابة بفيروس كورونا ممكن يتساءل الكثيرون، هل سنصاب بنفس الخطورة التي أصبنا بها مثلا في المرة الأولى، أم تختلف الإصابة في المرة الثانية على المرة الأولى؟ الآن نحن إذا كان ما ظهرت متحورات أخطر من أوميكرون، يعني إذا وصلنا لمرحلة تعايش مع فيروس هو أوميكرون، فبدأ يتحول مع الوقت مثل الرشح، فيروس الرشح، أو ممكن يكون الاحتمال الثاني مثل الإنفلونزا. يعني بمعنى الإنفلونزا هو وباء متوطن، ومثله مثل الكوليرا وباء متوطن، السل وباء متوطن. يعني بدي أوصل للمشاهد فكرة، كلمة وباء متوطن لا تعني أنه هو غير خطير. الإنفلونزا لا زال خطير سنويا، بيقتل عدد كتير كبير في وفيات. فممكن يصير أوميكرون هو وباء متوطن، بمعنى أنه أنا سنويا بحتاج أنا أني أحمي الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة، بحتاج أني أعطيهم لقاحات، بحتاج أعطي أدوية لفئات معينة. لكن بالوقت الحالي عم نشوف إصابات كتير كبيرة، بدها تصير إصابات بعتقد يعني برأيي الشخصي حتى BA2 مثل عم بيسرع من عملية أنه يكتسب المجتمع مناعة، فالإصابة عم بتصير بشكل واسع جدا وعلى جميع الفئات العمرية. فبالمستقبل لما بيصير في عندي أنا مناعة في جميع الفئات العمرية ضد هذا الفيروس، فبدها تكون الإصابات المتتالية إذا بقينا بس على أوميكرون أكيد بدها تكون أخف، لأنه لا ننسى نحن بجسمنا المناعة ما لنا فقط أجسام مضادة، في عنا مناعة الخلايا التائية، خلايا الذاكرة، وخلايا الذاكرة ممكن تتذكر الفيروس إلى سنوات عديدة، وهي بتحميني من الإصابة الشديدة. يعني نحن حتى في بعض الدراسات من 2003 عزلوا بعض الخلايا التائية من السارز الأول، هاي الخلايا التائية لازالت فعالة ضد الكوفيد، ولذلك طبعا الأشخاص محميين. فنفرق نحن موضوع الحماية من الإصابة الشديدة، كل المجتمع اكتسب هذا القسم من المناعة طبعا إذا بقينا مع أوميكرون. فلذلك الإصابة الثانية عم نشوف أنه الأشخاص عم تظهر عندهم عوارض خفيفة، يعني منها شديدة، مثل ما شفنا حتى الأعراض تغيرت. يعني الأعراض بالماضي بكوفيد كان في عنا بشكل أساسي فقدان شم والذوق، كان في عنا الثلاثي الأساسي يعني ارتفاع الحرارة، صعوبة بالتنفس. لكن حاليا الأعراض صارت ألم بالبلعوم، تعب عام، بيشبه كثير الرشح، ممكن تكون أعراض هضمية عند بعض الأشخاص. فصار في عنا فروقات كثير كبيرة من أول ما ظهر الكوفيد للآن. اللي اختلف هو أنه صار جسمنا بيتعرف على الفيروس. لكن في هناك حالات حدثت أنه أصيب شخص بفيروس كورونا بأوميكرون، متحور أوميكرون، ثم بعد أيام يعني مش شهور، يعني ممكن أقل من شهر عاد مرة أخرى وأصيب به. حدثت هذه الحالات، كيف يمكن تفسيرها؟ الآن أول شيء هون النقطة الأولى، أنه يا ترى هل تأكدت الإصابة بأوميكرون؟ يعني مثل ما قلنا بده يصير في عنا تحليل بالمخبر نتأكد أنه فعلا هو BA1 أوميكرون. فالاحتمال هون بعتقد أنه الشخص بهالحالة أصيب أول شيء ممكن في دلتا، وبعدها أصيب بأوميكرون، لأنه دلتا ما بتعطيني حماية واسعة
مثل الأوميكرون. فالشيء الإيجابي أنا بعتقد بأوميكرون إنه إذا أصيب الشخص بيعطيه مناعة ضد كل الأشكال المتحورة إذا عنده مناعة سابقة. لذلك أنا هلأ بقول إنه إذا الشخص مرض وتعافى وأخذ اللقاح أيضا أو أخذ 3 جرعات من اللقاح وصيب بأوميكرون فعنده مناعة مسمية فائقة، فصار جسمه مناعة مضاعفة يعني. نعم اسمه سوبر إميون بيبل، يعني عنده مناعة ضد كل الأشكال ألفا وبيتا وجاما ودلتا. وهذا شيء جيد. المتحورات موجودة لحد الآن كم؟ هلا صارت بنسب كثير ضئيله. في عنا مثل ما بنعرف من اول ما ظهر الكوفيد لحتى الان المتحورات الاساسيه اللي هي خلينا نقول يعني مقلقه يعني هي الفا وبيتا وجاما ودلتا. فالشيء الجيد باوميكرون بسبب انتشاره السريع وطبعا في اليه معينه هو عم بيستبدل المتحورات السابقه وحاليا عم بيستبدل دلتا، وهذا شيء جيد لانه نحن لو كان اوميكرون ما عنده قابليه انه يستبدل المتحور اللي قبله كنا هلا بمشكله كثير كبيره. كنا هلا صرنا بمجتمع عم بيمشوا الفيروسز الاثنين مع بعضهم البعض. دلتا عنده فعاليه كبيره في انه يسبب اصابه شديده، اوميكرون عنده فعاليه انه يهرب من جهاز المناعه. تخيل لو اجتمعوا الاثنين مع بعض البعض كانت ممكن تكون اصابه بدلتا لا يمنع الاصابه باوميكرون، لكن الاصابه باوميكرون ممكن يمنع الاصابه باي متحور اخر. صحيح. لكن بنفس الوقت نرجع نقول جهاز المناعة موضوع معقد جدا. لما نحن بيصير عندنا مناعة أصيبت بالكوفيد بأي نوع من المتحورات، إذا الجسم صحيح فجهازك المناعي بشكل خلايا ذاكرة بتحسن تتذكر كل الأشكال المتحورة، يعني بمعنى بتحميك من الإصابة الشديدة لكن ما بتحمي من العدوى. يعني ممكن الشخص ينتقل العدوى له، ممكن تظهر أعراض ممكن ما تظهر، لكن الإصابة الشديدة عنده حماية قوية إذا أصيب بالكوفيد أو إذا أخذ اللقاح ضد كل الأشكال المتحورة بشكل عام. عم نحكي على الإصابة الشديدة. طيب، حالة التخوف من اللقاح من التلقيح ظاهرة عالمية اليوم. صحيح. حتى في الجزائر اليوم مستوى نسبة التلقيح ضعيفة إلى حد كبير، الناس متخوفة من التلقيح، وكل يعني كل واحد عنده دواعيه ودوافعه، لكن الغالبية تشترك في مضاعفات هذا التلقيح. يتكلمون عن المضاعفات ممكن أن تحدث للإنسان بعد سنوات، ممكن مضاعفات صحية. ما رأيك؟ ما يعني إلى أي مدى هذه التخوفات ممكن لها شيء من الحقيقة والواقعية؟ مظبوط، نقطة كثير مهمة. هلأ بالنسبة للتخوف من اللقاح هذا الشيء مفهوم، يعني بالطبيعة البشرية لما شخص ما نعرفان ما عندك معلومات عن الشيء فأكيد هذا بيدفع الشخص لأنه يخاف من هذا الشيء. معناته الشيء اللي هون مفقود هو المعلومات والمعلومات الصحيحة. إنه نحن حاليا بالنسبة لموضوع التخوف عم بيكون مصدره إما فعلا إنه رفض للقاح لأنه بيتبعوا نظرية المؤامرة، أو إنه بيكون نحن عنا أشخاص هن متخوفين لأنه ما بيعرفوا شو هي الآثار الجانبية. فنحن الحل إنه نوصل المعلومة الصحيحة، يعني بمعنى أنه نفتقر إلى التوعية الصحيحة وبأسلوب مبسط بالنسبة للناس. ولازم نعرف دائما أنه ما في شيء أبدا بالحياة، ما في أي دواء في الدنيا، حتى الأغذية ممكن عند بعض الأشخاص مثل ما بتعرف حضرتك، يعني ممكن الشخص يكون عنده حساسية بنوع البيض مثلا. ممكن أشخاص إذا أخذوا أكلوا البيض وهو شيء طبيعي يعني فممكن الشخص يموت، يصير معه حساسية ويموت. فما في شيء في الدنيا ما فيه مخاطر. لكن بالنسبة للقاحات مثل الأدوية ممكن يكون آثار جانبية، شيء مقبول يعني متعرض له خلال يومين، وهذا دليل جيد على أنه جهازك المناعي عم بيستجيب، عم بيشكل خلينا نقول عم بيستجيب للقاح، وهذا نحن اللي بدنا إياه. أو في ناس عم بتخاف من الآثار الجانبية النادرة اللي هي ممكن تظهر بعد سنوات. فبالنسبة للجواب الأول، إذا الآثار الجانبية الآنية، اللقاح جرب خلال تجارب سريرية، مر بمراحل 3 تجارب سريرية وقبلها بتجارب مخبرية. لا يمكن أن يوافق على لقاح إلا إذا تم، وأهم من ذلك أنه آمن. في كثير من اللقاحات والأدوية بتكون فعالة جدا لكن يتم رفضها في آخر مرحلة بس لأني تمنى آمنة. موضوع الأمان ما فيه تهاون نهائيا، رغم أنه سامحيني فقط، رغم أنه لقاحات كورونا في هذه الفترة كانت متسارعة إلى حد ما بالمقارنة مع الوضع الطبيعي لإنتاج أي لقاح الذي يتطلب سنوات. صحيح. أكثر من ذلك. لكن سامحيني أسمع منك التعليق على هذا الموضوع بعد فاصل إشاري. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة الحوار، لا تبتعدوا. مرحبا من جديد مشاهدينا الكرام. دكتورة ميس عبسي، أستاذة جامعية في علم الأدوية وباحثة في تطوير العلاجات بالكلية الملكية بلندن ومسؤولة مختبر بجامعة كينغز كوليدج بلندن ببريطانيا، مرحبا بك من جديد. توقفنا قبل فاصل إشاري حول موضوع تطوير اللقاحات، قلت أنه لقاحات فيروس كورونا هاته
أخذت مراحل علمية وأكثر من 3 أو 4 مراحل مهمة في مراحل إنتاج اللقاحات، لكن في الحالة العادية لإنتاج اللقاح تأخذ سنوات، هناك من قال حتى ممكن 10 سنوات 8 سنوات لإنتاج لقاح يكون فعال. صحيح، بس لو كفي النقطة الأولى أنه بالنسبة للآثار الجانبية في عنا النادرة اللي هي ما بنعرف أنه أو ما ممكن نتنبأ فيها، إذا ما تم استعمال الدواء أو اللقاح أو أي شيء هذا بيظهر بعد سنوات، حتى الآن ما في أدلة على أنه ممكن يسبب، بناء على المبدأ العلمي أنه ممكن يسبب آثار جانبية نادرة خطيرة، لكن مع ذلك ظهر مع بعض اللقاحات آثار جانبية برجع بكرر نادرة جدا، يعني نحن هون عم نحكي على نسبة مثلا 8 من أصل مليون. هذه اللقاحات مفروض يكون في شفافية من ناحية أنه نوعي المواطنين أنه هذا اللقاح ممكن تيجي معه هالآثار الجانبية النادرة، والأهم من ذلك أنه نركز على أنه الإصابة بالكوفيد تحمل مخاطر أكثر مما ممكن يسبب اللقاح الآثار الجانبية، وأيضا لازم يكون أنا بعتقد في شفافية حتى على مستوى الدول بشكل عام، الهيئات الصحية أنه في عنا بعض اللقاحات مناسبة لفئات عمرية أكثر من لقاحات أخرى، ممكن تكون فعالة لفئات معينة أكثر من لقاحات أخرى، وممكن أيضا موضوع الآثار الجانبية النادرة ما يترافق بشكل كتير كبير مع فئة معينة عمرية معينة، فبعتقد أنه لازم يكون في توعية من هذا المجال، بهذا المجال شفافية. في توعية، في حملات، في ناس تسعى، يعني منذ على الأقل منذ ظهور فيروس كورونا وبعد ظهور اللقاحات، يعني على الأقل من ظهور أول لقاح، بلاطوهات التلفزيون مثلا، نحكي لك مثلا في الجزائر في وضعنا نسبة التلقيح إلى حد ما منخفضة بسبب تخوف، يعني اللقاحات متوفرة هنا، مختلف اللقاحات سواء الصينية ولا الروسية ولا الأمريكية موجودة، لكن المواطن يتخوف من اللقاح، وضعه مثل يشبه وضع الكثير من المواطنين في دول أخرى يتخوفون من التلقيح. في أوروبا بعض الدول حاولت الحكومات فرض التلقيح، لكن كانت في هناك مظاهرات واشتباكات مع رجال الأمن برا وتكسير وكذا. كيف يمكن أن نكسب هذا المواطن الثقة في اللقاح رغم كل المساعي وهذه الحملات التوعية للأسف؟ صحيح، حملات التوعية ما لازم تتوقف، لازم تكون مكثفة أكثر من هيك، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه خاصة عم بيجوا بنظرية المؤامرة في تكثيف كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من عم ينتهزوا مثلا في عنا نقاط اللي هي نقطة كتير مهمة عم ينتهزوا أنه تم تطوير اللقاح بشكل سريع، وهذا يعني أن اللقاح غير آمن. فهون لازم نفهم أنه ليش تم تطوير اللقاح بشكل سريع. أولا نحن في مرحلة وباء، فهذا يعني أنه لازم تتم الأمور بشكل سريع. الشيء الثاني، في عنا ضخ أموال هائل صار بالنسبة لموضوع تطوير اللقاح، ونحن بالأحوال العادية خارج الوباء بنعاني من موضوع التمويل، يعني عادة ما بيكون في تمويل كافي، فبتأخذ الأمور يعني مراحل وأزمنة. الشيء الثالث أيضا أنه الفيروس نحن ما نو جديد، يعني نحن لما نطور لقاح لازم نبدأ بمعلومات. الفيروس هو ضمن عائلة كبيرة، هي عائلة كورونا فيروس، العلماء عندهم فكرة وعندهم معلومات عن أفراد أخرى من هذه خلينا نقول العائلة، فلذلك إحنا ما انطلقنا من الصفر. ففي عنا تكاثف كان جهود علمية هائل جدا، مع تمويل، مع توفر المصانع القادرة على أن تطور هذه اللقاحات بشكل أو تنتج اللقاحات بشكل سريع. فالسرعة لا تعني أنه عدم أمان اللقاح، لكن كما ذكرت في صحيح في تكثيف حملات على مواقع التواصل أنه السرعة تعني أن اللقاح غير آمن. نعم، لكن في هناك مقاربة، هناك وجهة نظر للبعض يقول أنه الشركات المنتجة للقاحات هذه كذلك لديها مصلحة كذلك من هذا الوضع، أنه تكثيف اللقاحات، تشجيع الناس على اللقاح، تلقي اللقاح كذلك، فيه شيء من نقطة علامة الاستفهام هنا حول الشركات المصنعة للقاحات، ونعرف الأرباح الكبيرة يعني التي تجنيها هذه الشركات من وراء بيعها للقاحات. هناك شيء ما يمكن أن إن صح التعبير، يعني في هذا النقطة فيه شيء ما معين، ولا شركات صناعة الأدوية بريئة أو اللقاحات صناعة اللقاحات بريئة تماما من هذه التهمة برأيك؟ هلا وقت اللي بدأ الوباء وبدأ توزيع اللقاح، بعض الشركات قالت أنه ما رح تأخذ بروفيت، يعني رح يتم توزيع اللقاح بشكل مجاني حتى تنتهي الجائحة، وبعدها بيتم أنه وضع سعر معين. بعض الشركات رفضت هذا الموضوع وكانت عم بتحط أسعار غالية من البدء. فنحن لا ننسى شركة الأدوية اللي هي طبعا بتتعاون
مع المخابر البحثية الجامعية لتطوير لقاح، لكن وقت الشركة بتصنع أكيد هن في نهاية الأمر بهمهم أنه يصير في مربح يعني من هذا الموضوع. لذلك نحن شفنا أن منظمة الصحة العالمية طالبت الشركات وعدت أيضا مراكز بحثية مراكز في جميع دول العالم طالبت هذه الشركات أن تتخلى عن حقوق الملكية الفكرية لحتى يتم تصنيع اللقاحات بشكل أسرع، وخاصة الدول الفقيرة لأنه بعض اللقاحات كتير غالية مثل ما بنعرف كان بأول الكوفيد. ففي نقطة صحيحة أنه الشركات أكيد بدها تجني أرباح، لكن ما ممكن نقول أنه الوباء هو عبارة عن سبب لهذه الشركات. مش الوباء، ولكن تم استغلاله. من يقول أن الوباء هذا ظهر أوكي، لكن تم استغلاله لحد الآن. لا زالت شركات صناعة اللقاحات تحاول أو تستغل هذا الوباء لمصلحتها فقط دون تفكير في صحة الناس. بعض الشركات مثل ما ذكرت أنه لا تزال متمسكة بموضوع حقوق الملكية الفكرية، وطالما هي متمسكة بهذا الموضوع فهي أكيد عم بتركز بجزء منه على الأرباح. لكن إذا رجعنا نحن بالنسبة لموضوع اللقاح وأمانه، يعني أنا بحب بس أنه أذكر المواطنين نحن بالنسبة للأطفال وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط من وقت ما بيكونوا بمرحلة حتى قبل المدارس بنعطيهم لقاحات، وبعض اللقاحات بنعطيها على شكل جرعتين وثلاث جرعات، وبتعطيهم حماية لبعض الأمراض. لا نسأل أبدا بالحصبة، الجدري، شلل الأطفال، ما بقينا نسمع نحن على عن شلل الأطفال مثل ما كان بالقبل. فاللقاح هو وسيلة لخدمة الإنسان، لحماية الإنسان، فما ممكن يكون اللقاح أبدا وسيلة لتدمير الإنسان أو لأنه يسبب مخاطر على صحته. فبنرجع نتذكر دائما أنه في كثير من الأمراض استؤصلت بشكل كثير كبير بسبب وجود اللقاح، فاللقاح هو وسيلة مثل العلاج. طيب على ذكرك للأطفال، هذا الفيروس متحور أوميكرون، ما كنا نعرفه من قبل حول متحورات كورونا أنها لا تصيب الأطفال، متحور أوميكرون الآن يصيب الأطفال، وأكثر من ذلك حالاتهم صعبة إلى حد ما، على الأقل الحالات التي شهدناها هنا يعني الأطفال يعني تعبهم المتحور هذا الفيروس إلى حد ما. كيف يمكن التعامل مع إصابة الأطفال بفيروس كورونا؟ هل يمكن أن يكون أخطر من هذا؟ كيف الوضع؟ الآن إذا بدأنا بالنسبة للكوفيد لازم نحط إصابة الأطفال ضمن المحتوى، يعني منقول أنه الكوفيد لا يسبب حالات خطيرة عند الأطفال بنفس النسبة بالمقارنة مع الكبار، يعني بمعنى أنه الكوفيد بيصيب الأطفال وإصابتهم بالحالات الشديدة نادرة، لكن هذا لا يعني أنه لا يصيب الأطفال. إذا وصلت الفكرة يعني إصابته للأطفال ممكن ما يظهر، معظمهم ما بيظهر عليهم أعراض، بتكون الإصابة خفيفة، لكن في حالات نادرة جدا ممكن الطفل يصير عنده نوع بنسميه متلازمة التهابية معممة ينتهي فيها الأمر بالمشفى، ممكن يكون في وفيات لكن نسبة ضئيلة جدا. الآن في عدة أسباب ممكن نذكرها، بس الشيء الثاني إذا نحكي هلأ على الخاص مثلا BA2 أو على أوميكرون بشكل عام، نعم عم نلاحظ الآن في انزياح بالإصابات للفئات العمرية اللي هي ما بين 5 إلى 11 سنة. طبعا السبب هون نعتقد أنه خاصة بالنسبة لأوميكرون أنه هاي الفئة العمرية لسه ما أخذت مناعة، يعني هن كان عندهم مناعة ضد دلتا، لكن الآن بدها تصير الإصابة لو طلعت على الفئات العمرية اللي هي فوق 70 نحن بنخاف عليهم كنا وعم نعطيهم اللقاح لحتى نحميهم، نسبة الإصابات عندهم منخفضة، بينما نسبة الإصابات عند الأطفال في صعود، لأنه هاي الفئة العمرية لسه ما عندها جهاز المناعي، ما تعرف على الفيروس، ما عندهم لقاح، وبنفس الوقت ما عندهم إصابة سابقة بأوميكرون. فالآن إذا أصيب الطفل ببدأ يصير عنده مناعة مثل ما صار عنده مناعة من ولماذا قبل. المتحورات اللي قبل كانت لا تصيب الأطفال، ما الاختلاف بين المتحورين فيما يخص الأطفال الآن؟ برجع بأكد أنه المتحورات السابقة كانت بتصيب الأطفال، وحتى بالنسبة للإصابات كانت ممكن تكون مو بنسبة ارتفاع أوميكرون. الشيء اللي بنعرفه أنه أوميكرون أو الطفل بشكل عام في عنده جهاز المناعي أو القسم من جهاز المناعي اللي هو موجود بتصدى للفيروس ومسميه الانترفيرون، عنده هذا الجهاز المناعي بيشتغل مباشرة أول ما يدخل الفيروس للأغشية المخاطية عند الأطفال فعال جدا. الآن بالنسبة لأوميكرون عنده قابلية نوع عن ما انه يختفي
أو يهرب من تأثير الجهاز المناعي اللي هو خط الدفاع الأول، مثل ما أنا مسميه انترفيرون. وحقيقة أنه أحد الآليات اللي بنتشر فيها أوميكرون أنه هو بيختفي أو بيتخبى من الانترفيرون، ولذلك ما بيشوفه جهاز المناعة بشكل سريع. فممكن هذا العامل يكون سبب أنه انتشاره عند الأطفال. حاليا بعض الدول بتعمد على أنه فرض اللقاحات بالنسبة لهذه الفئة العمرية، مثلا بريطانيا امبارحة فرضته بالنسبة للفئات العمرية ما بين 5 إلى 11، لكن فقط بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أو الأطفال اللي عندهم عوامل خطورة، يعني مثلا عندهم تثبيط مناعي، عندهم أمراض مناعة ذاتية أو داء السكري مثلا، فهدول الأطفال يفضل أنه نعطيهم اللقاح. طيب نمر الآن إلى موضوع تطوير العلاجات وهو تخصصك دكتورة. برأيك إلى أين تتجه أو إلى أين تتجه العلاجات حاليا؟ هل لازالت العلاجات تعتمد بالأساس، بحوثكم تعتمد بالأساس على المصادر الطبيعية، أم أن المصادر الكيميائية سيطرت إلى حد ما، أخذت مكان المصادر الطبيعية في العلاجات؟ الآن بالنسبة للنقطة الأولى بالعلاج، طبعا أنه ننطلق من المشكلة أنه شو هو المرض، وبعدها نبدأ نبحث عن الجزيئات اللي هي ممكن أنه تعالج هذا المرض. الآن بالنسبة لموضوع الجزيئات، في عنا إما ممكن يكون صناعي يعني كيميائي، ممكن يكون مصدره طبيعي، وممكن في عنا أيضا مصدر ممكن يكون بيولوجي، يعني تكون عبارة عن جزيئات صغيرة. ممكن تكون أيضا بتعتمد على تقنيات معينة، يعني بيولوجية، ما ندخل الآن بالتفصيل، لكن عملية البحث الأولية عملية كتير صعبة ومعقدة وبتاخد سنين عديدة، لأنه نحن من نوصل من جزيئة كيميائية أو طبيعية إلى دواء فعال وآمن ما يكون سمي ونستخدم منه جرعة صغيرة. بين الطبيعية والكيميائية أيهما لحد الآن أكثر إن صح التعبير استعمالا في تطوير الأدوية والعلاجات؟ الآن ما ممكن نقول مين أكثر. الشيء المتجه حاليا اللي كتير يعني وجود هو الذكاء الاصطناعي، لأنه نحن في عنا أول مرحلة بمرحلة بسميها سكرينينج، يعني إنه نحاول نشوف شو هو الدواء أو شو هو سواء كان مصدره طبيعي أو كيميائي مناسب لهذا المرض. هاي العملية بتاخذ وقت كتير طويل، حاليا بوجود الذكاء الاصطناعي صار في عنا ممكن نبحث خلال ممكن أيام نحدد مباشرة شو هو المنطلق، ما هي نقطة المنطلق سواء طبيعية أو كيميائية. والأكثر من ذلك صرنا نعرف مثلا شو هو الدواء المناسب، ممكن هذا رح يصير بالمستقبل لكل مريض، لأنه بعض المرضى ما ممكن يستجيب للدواء، عنده مثلا خلل بجينة معينة، ممكن نحن نعرف بدقة أنه هذا الشخص اللي عنده هاي الخلل بالجين ما ممكن يستفيد من هذا الدواء، فشو هو البديل. فالآن الوسائل التقنية الحديثة عم بتساعد أكيد بشكل كتير كبير بتطوير العلاجات، عم تختصر مراحل، لكن نرجع نأكد اختصار المراحل بسبب تقدم التقنيات، بسبب تقدم العلم، وليس بسبب أنه نحن عم نتجاوز مرحلة على حساب مرحلة واللي هي الأمان. أنا أذكرت هذه النقطة لأنه مؤخرا مع ظهور فيروس كورونا شهدنا البعض والكثيرين يحبذون التوجه إلى العلاجات الطبيعية، مثلا تشجيع لعلاجات طبيعية على العلاجات الأدوية الكيميائية، وهناك هذه تشبه إلى حد ما ظاهرة الآن مش في الجزائر فقط، في الكثير من الدول يحاولون توجيه الرأي العام على تجنب العلاج بالأدوية الكيميائية والتوجه إلى العلاجات الطبيعية، وأنه فيها فوائد ممكن أحسن حتى من العلاجات الكيميائية. ما تشوفيش أنه في هناك حتى على المستوى العلمي حتى بعض الأطباء المختصين الخبراء ينصحون بذلك كذلك، ما تشوفيش أنه في هناك توجه أو عودة إلى المصادر الطبيعية أكثر من الكيميائية حتى من طرف الخبراء؟ أكيد لا. هلا نحن ما ننكر إنه حتى مثلا بالنسبة للأسبرين، الأسبرين مصدره طبيعي، في كتير أدوية فعالة جدا ونحن عم نستخدمها وأنقذتنا من كتير أمراض بسبب إنه هي فعالة وهي مصدره طبيعي. لكن أنا النقطة يعني برأيي الشخصي إنه الاثنين لازم يمشوا مع بعض. نحن ما ممكن إذا كان عندي مثلا علاج طبيعي، أي علاج طبيعي ممكن يأخذه الشخص خلال اليوم، يستبدله وما يأخذ الدواء. الدواء لأنه بيكون عادة السبب إنه الدواء أولا انتقائي، يعني نحن العشبة فيها كتير عناصر أولية أو عفوا عناصر كيميائية أو فعالة، ما هو عنصر واحد. الدواء فيه عنصر واحد يستهدف جزيئة معينة. والشيء الثاني هو السمية، يعني نحن ما ممكن نعرف بعض الأعشاب، هلأ في بعض الأعشاب آمنة بس في بعض الأعشاب أنا ما بعرف إنه شو آثار الجانبية على المدى القريب أو البعيد. بالنسبة لي الدواء بيكون عادة مدروس، آثاره الجانبية واضحة. والشيء المهم كمان التداخل الدوائي والتداخل الدواء مع الغذاء، يعني مثلا بعض الأعشاب ممكن تأثر على العلاج، فأنا بشوف إنه
لازم دائما يكون ناخذ اوكي ما في مشكله بين الاعشاب الطبيعيه، ناخذ شيء بالمعقول، لكن ما نستبدل مثل مريض سكري يترك ادويته وياخذ العلاج الطبيعي. دكتورة ميس عبسي، أستاذة جامعية في علم الأدوية وباحثة في تطوير العلاجات بالكلية الملكية بلندن ومسؤولة مختبر بجامعة كينغز كوليدج، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وكل هذه المعلومات.